مشاهدي سوداني 24، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من مجله معايش الاسبوعيه اللي بنتناول من خلال عدد من الفقرات والموضوعات اللي بتلمس وبتمس معاش المواطن. اهلا ومرحبا بكم ونحن بفقراتنا باسواق، خليكم معنا. بالنسبه لاسعار الخضار اليوم في انخفاض شديد، نسبه لعدم الجروش والاسواق راكضه وما في شغل، الحياه واقفه كلها. يعني طماطم الكيلو ب 250 جنيه، البطاطس نوعين في بلدي وفي رشاش، الرشاش ب 600 والبلدي ب 500 جنيه، الاسود الكيلو ب 300 جنيه، الخيار الكيلو ب 800 جنيه، الفليه الكيلو ب 800 جنيه، الجزر كيلو ب 600 جنيه، الليمون كيلو ب... الليمون ده اليوم ده شويه في ارتفاع شواله، يعني من 10 عمل ل 25، الناس الليمون ده شويه مرتفع، الكيلو بتاعه ب 800 جنيه. الشطه برضه فيها زياده، اما باقي الخضارات دي ما فيها زياده بالنسبه لركود الاسواق. وهو الخضار متواجد والدنيا موسم، لكن برضه الجر تعبان شديد، ما عرفنا الحاصل شنو، قروش ما في، ما عرفنا ايش، ما قادرين نفهم اي حاجه. نحن والله ذاته شغالين اليوم ده برضه شغلنا واقف عديل، والله المنصرف ذاته في مشكله. بالنسبة يعني للأسعار، الأسعار يعني خاصة في الخضروات في فصل الشتاء، الأسعار الإنتاج حقها متوفر بكثرة، لكن القوة الشرائية اليوم أصبحت في ركود شديد، رغم إنه الظروف الاقتصادية أو وضع الشارع السوداني ما زال لسه في يعني حول الأزمات، أو الحكومة لحد الآن يعني في الركود مثلا، يعني ما لبت لحد الآن متطلبات الشارع السوداني. يعني مثلا يعني كل ما ايوه الاسعار عندنا البرتقال الدستة اللي هو ب 700 جنيه ده حبه كبيره، وعندنا العنب الكيلو ب 1500، وعندنا الموز 250 جنيه، وعندنا المانجا رغم ان فيها انتاج ضعيف شديد اللي هو الدستة ب 1500 بتروح ب 1000 جنيه، عندنا الجريب فروت اللي هو الحبه الكبيره الدستة ب 2000 جنيه ل 1500. بالنسبة للتفاح، التفاح القطعة على 100 جنيه، وبالنسبة للبطيخ أكبر بطيخ عندنا ب 600 و 700 جنيه. طبعا اللحم اللي عندنا ب 1800، العجاج صافي ب 2000، المفروم ب 2000 جنيه، العجاج ممكن ب 1600 جنيه ما مشكلة، لكن بس عامة الأسواق تعبانة شديد، منظر ظهر بيع شراء مطعم تعبانة، الشوارع مقفلة ولا لكن نقول اللهم المستعان، حتى اذا جانا زول هنا ما قاعدين نرد، انا وابي نصرفه يعني عشان نتمشى مع المواطن. نحن الان مده شهر تقريبا بنعاني من ارتفاع كبير جدا في اسعار السلع الاستهلاكيه. السلع الاستهلاكيه عامه في زياده في 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 اسعار السلع الرئيسيه. هسه السكر عامل 10 كيلو عامل 3800، يعني زيادة بتاعت 400 جنيه سكر، يعني 10 كيلو 3800 من 3400. الزيت في زيادة بتاعت 500 جنيه في الزيت. اللبن ده زيادة خرافية، يعني اللبن لا يعقل، اللبن فيه زيادة تعادل الضعف، ده منتج رئيسي، سكر زيت لبن، يعني دي سلعة رئيسية وزيادة زيادة ثقيلة، يعني زيادة والله لا يتحمل المواطن السوداني حقيقة، يعني أنا زيادة خرافية وهي سلعة أساسية لا غنى عنها في أي بيت سوداني، فدي زيادة شديدة جدا. في تأثيرات حصلت في الفترة الفاتت، منها ارتفاع الدولار في الفترة الفاتت دي، ده برضه أثر على السلع. الآن في منتجات واقفة نهائيا مناسبة، يعني في مصانع الآن أحجمت نهائيا عن نزول السوق بحجة الكهرباء الزايدة، بحجة سعر الدولار الزايد، وطبعا دي لازم تأثر على السوق. في قفل طريق شريان الشمال برضو الفترة الفاتت، وللآن تقريبا شريان الشمال قافل، فعندنا سلع زادت. الآن منتجات الدقيق هو زيادة كبيرة جدا جدا، زيادة بتاع 300 جنيه في بقد بتاع الدقيق من 4400 الآن بقى 4700 و4800، دي برضو زيادة بتاع الدقيق، دقيق سلعة أساسية. عوضا على كده قلنا ارتفاع الدولار. عموما السوق السوداني الان يعني الحركه تكاد تكون مشلوله جدا في الاسواق، شلل تام في الاسواق.
احنا سي البيع يكاد يصل يعني يومك ببيعك اليومي بيعمل 20%. احنا ببيعنا اليومي كان 70 وفوق 70% وفوق الحمد لله. يعني الان البيع 70 20%، وفي السلع اساسيه. يعني المواطن السوداني كان يشيل حاجاته تكفيه لمده شهر، الان بقى يشيل موضوع تكفيه لمده يوم. المواطن يجي يسالك من زيت 1 لتر، كان بيشتري زيت كبير بسعرته، كان يسالك من زيت 1 لتر، واحد يسالك من زيت بتاع صارف صغير. فالوضع والله يعني محزن جدا جدا، وركود تام وشلل في الاسواق بطريقه ما طبيعيه، وارتفاع جنوني جدا في الاسعار.